كده احنا عملنا الانسرت صح؟ كده احنا عملنا الانسرت. طيب تعالى بقى نجو التكويده كده حلوه عندنا. نجو التكويده التكويدات بتاعتنا. عملنا كود انسرت بيشتغل صح تمام؟ وقلنا لو الروت نود فاضيه نحط فيها مش كده؟ ولو الروت نود مش فاضيه يروح يعمل انسرت مش كده؟ عايزين بقى نجو التكويده بسيطه كده. لو اللي كده اوريدي موجود اعمل فيه ابديت. يعني لو رقم 10 ده حد وقفه قبل كده غير فيه بس تمام؟ خلاص احنا عملنا الانسيرت وكل حاجه، بس انا بتاكد من الاول من قبل ما نخش في الانسيرت لو 10 ده موجود اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ابديت عشان ما نربليش تمام؟ اعمل فيه ابديت عشان ما نربليش. نعمل الكلام ده ازاي؟ راح اعمل ميثود ثانيه اسمها اد. بص بقى كده، فاول الميثود بيروح يدور على الرقم الايه؟ الرقم اللي هو بتاع راح يدور على 10. يدور بقى لي ميثود او قال لي فانكشن ده كان لسه كاتبينها من شويه بتاعت الايه؟ السيرش تمام؟ عشان اتفقنا السيرش دي بترجع عليه. ترجع مرمش لو هو مش موجود، وترجع الاوبجكت نفسه بتاع النود لو هو ايه؟ موجود مش كده؟ لو هو موجود هيرجع لي ايه؟ النود. هنعمل ايه في النود دي؟ نعمل لها ابديت نغير فيها الداتا اللي هي اوريدي فاوند صح؟ مش معقول 10 هيخش مرتين تاني. فنفترض ان انا ايه؟ عندي رقم 10 موجود، رقم 10 مش موجود تمام؟ ورحت عايز اعمل اد 10 تاني. فالطبيعي ان 10 10 ما يخشوش، ما ينفعش 2 كي بنفس الفاليو في 3. فنعمل ايه؟ فنعمل ايه؟ نعدل في 10. فبنروح نعمل سيرش الاول على 10، لما الاقي 10 بقى عندي بوينتر ايه؟ للنود بتاعت ال 10. اعمل ايه بقى في النود دي؟ هغيرها، مش هخسر حاجه لما اغيرها مش كده؟ مش هغير 10، هغير الداتا اللي جوه 10. مش احنا اتفقنا ان 10 ده الكي في داتا كبيره، هغير الداتا اللي جوه 10 بس ستيل واحده بس اللي هي يعني النود واحده بس الكي بتاعها 10 تمام؟ ها؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ بص كده عملنا بوينتر للصمود بياخد الريزلت بتاعت السيرش. يعني السيرش دي لو رجعت الريزلت مضطربه كده هي اللي بتجيب البلاس بتاعت 10 يعني مضطربه حاجه اسمها النوت تمام؟ لو النوت دي بمعنى عرفت ان هو ما لقاهوش، فطالما ما لقاهوش اعمل انسيرت براحتي تمام؟ طب لو لقاه اعمل فيه ابديت، هغير الداتا بتاعتي. فعملنا ايه في الاول؟ اول حاجه عملنا الكونديشن بتاع الروت. لو الروت بنار، لو الروت بنار تمام؟ سيلف دوت روت بتساوي باينري سيرش تري نوت، عملت نوت جديده. ده اللي اتفقنا عليه في اول سيكشن، ان احنا هنعمل لو الروت فاضيه يبقى ده اول نود عندي تمام؟ طيب لا، لو الروت مش فاضيه في الحاله دي بقى بص على النود اللي هو الريزلت بتاعت السيرش، وبص على النود اللي هي الريزلت بتاعت السيرش. لو النود دي بنن دي معنى ايه؟ معنى ان هو ما اتلقاش. في الحاله دي اعمل ايه؟ انسيرت اهي اللي هي الانسيرت بتاعتي. طب لو النود از نوت نن لقاه يعمل ايه؟ يغير. هيغير ايه بقى؟ بص كده معايا، نود الداتا بتساوي الفاليو، ما غيرش الكي، غير الداتا اللي جوه النود، غير الداتا اللي جوه النود. مش النود دي بقى بيشاور على بقى بوينتر للنود بتاع التري صح؟ هيغير الداتا اللي جوه النود، مش هغير الكي بتاعه، مش هغير الكي بتاعه خلاص. انت يعمل باينري سيرش تري ويزود السايز بواحد، يعني باينري سيرش تري انسيرت تري ويزود السايز بواحد. صعبه دي؟ صعبه الاد وصعبه السيرش. طب تعالى نجربها شوفوا هتفرقع في السنه ولا بتعمل ايه. فين درويش؟ مش هندخل درويش النهارده في التري. انت موجود؟ ماشي يا بالي. عملنا باينري سيرش تري اسمها تي، عملنا باينري سيرش اسمها تي، عايز ادخل فيها بقى اقول تي دوت ايه؟ اد. بص كده ببعت ايه ليها؟ هدخل بالي برقم 10 تمام؟ تي دوت اد، هدخل اي حاجه بقى تاني، 5 مثلا وقاسم تي دوت اد 15 ومين تاني؟ مين؟ نصار. تمام تي مين؟ عبد الرحمن. مين؟
عبد الرحمن شكلهم مش عايزينك تدخل يا عبد الرحمن. تمام كده احنا عملنا ايه؟ بص كده احنا دخلنا بالي بعشرة، بقى هو الروت نود مش كده، بقى تحته خمسة في الشمال، بقى في يمينه 15، بقى في شمال الخمسة واحد. تعال بقى نعمل سيرش على، تعال نعمل سيرش على الايه، على رقم واحد مثلا. يعني تعال اقول تي دوت فاليو اوف، مش احنا اتفقنا الفاليو دي بتريترن الايه، بتريترن الفاليو مش الاوبجكت، صح؟ دي التجويده اللي احنا عملناها، بس دي الحته اللي احنا جودنا فيها بس. يعني قلنا ايه، مش هريترن الشنطه كلها، ده انا هريترن الاوبجكت اللي جوه الايه، اللي جوه النوت. اتمنى ان الكلام ده يكون وصلكم والله، بس انا مش حاسس ان انتوا لسه صاحيين من النوم اصلا، حاسس ان انتوا نايمين كمان مش صح. خلاص فاليو في العشرة، تعال نعمل لها برنت. فاليو في الواحد انفاليد كي، لان احنا مش مدخلين واحد اصلا. ايه اللي حصل كده موضوع انفاليد كي؟ ايه الايرور اللي طلع لي ده؟ مش احنا عاملين اسيرت نود، لو النود دي طلعت مش متلاقى يعمل ايه؟ يريز الايرور ده، صح؟ ده اللي احنا اللي عاملينه مش البرنامج اللي عامله. تمام تعال بقى ندور على اثنين، قبل مين؟ قبل عبد الرحمن. طيب افرض بقى، بص كده رحت انا عامل ايه، تي دوت اد اثنين، وبدل ما دخل عبد الرحمن ماشي دخلت حنان، ورحت عامل نفس اللي احنا عملناه ده فاليو اوف اثنين، المفروض يجيب لي مين؟ حنان. ايه اللي بيحصل؟ اثنين لقاه موجود يروح يعمل ابديت في اثنين، يعمل ابديت في الداتا اللي معاه. بص كده قبل مين؟ حنان، لان احنا قايلين لو لقاه، لو لقى اثنين موجوده قبل كده، مش اثنين كانت دخلت قبل كده، مش اثنين دي موجوده قبل كده، صح؟ لو لقاها ما هو مش هيشيلها ويحطها، ده هيغير بس في الداتا بتاعتها. فاحنا قلنا اد بتعمل ايه؟ لقيتها موجوده ايه؟ بيابديت. بصي مش احنا بس كده يا باشمهندسه، فين الاد؟ دي التجويده اللي احنا عملناها بس على فكره، يعني ده اللي احنا جودنا وحطناه. بص كده شايف الحته دي؟ شايف الكلام ده؟ بيقول لك لو النود ديت مش فاضيه، لو النود اللي هي السيرش لقى فعلا لقى عبد الرحمن، مش هو لقى رقم اثنين؟ رقم اثنين كان فيه عبد الرحمن، راح عامل فيه ايه بقى؟ راح قايل النود دوت داتا بتساوي ايه؟ الفاليو الجديده اللي انت حطها اللي هي كان مين؟ كانت تمام؟ صعبه؟ صعبه، احنا كل اللي عملناه في الاد والفاليو ديت تجويد بس. طب تعالى بقى نجرب من غير التجويد اللي احنا عملناها. تعالى نجرب مثلا، هنعمل دوت انسيرت او دوت، خلينا دوت سيرش الاول. بص كده تعالى بقى نعمل ايه، تيمب مثلا هتساوي تي دوت سيرش على اثنين. لازم ياخد مني التري، السب تري بتاعت اللي هي التي دوت روت، و ما ينفعش ابعت لها تري، ابعت لها نود. تمام وادور على اثنين. على فكره ده بس زياده عشان افهمك، مش مطلوب منك. تمام ده مش مطلوب منك. تمام التم ده بقى فيه ايه؟ التم بقى فيه ايه دلوقتي؟ التم ده بقى فيه ايه؟ بقى فيه النود اللي رقمها اتنين، النود اللي رقمها اتنين، النود كلها، ها؟ الشنطة كلها بالبوينتر اللي في الشمال، بالبوينتر اللي في اليمين كله. طب تعالى نجيب مثلا ايه؟ اللي رقم خمسة، مش هي دي؟ رقم خمسة مثلا. بص كده انا عارف، لا بيابديت، ايه ما احنا لسه قايلينها من شويه،
احنا عاملين في الاد في الاول لو هو موجود يابديت. ايه هتعمل مشكلة، هتعمل مشكلة. مش قايلين احنا ما قلناش اصلا، ما قلناش الكيس دي في الريكيرجن بتاعنا. ايه هو بيقول له اكبر من او اقل من؟ لا ما قلناش يساوي، او لو كنا هيلس هيتحط كانه في الناحيه الثانيه. تمام، عملنا هيلس وخلاص يبقى هيتحط في الناحيه الثانيه، هيتحط في اليمين. تمام، وده غلط برضه. تمام، طيب احنا دلوقتي التمب ده بقى في مين؟ بقى في رقم 5 اللي هو اسم، مش كده؟ النود بتاعت اسم كلها. طيب بص معايا بقى كده، التمب ده ليه ايه؟ ليه كي، مش كده؟ والتمب ده ليه داتا، والتمب ده ليه ليفت تشايلد وليه رايت تشايلد. تعال نبرنت الداتا بتاعته ونبرنت الكي بتاعه. برنت بص كده، طبع لي ايه؟ طبع لي الكي بتاعه اللي هو 5، وطبع لي الداتا بتاعته اللي هي مين؟ اللي هي اسم. تمام، طيب تعال نجيب بقى الليفت تشايلد، تعال نجود بقى، تعال نجود، احنا بنجود بس. تمام، احنا خلاص كده خلصنا موضوع السيرش، تعال بقى ايه نجود كده عشان نفهم. تمام، تعالى مثلا مش التمب ده كان ليفت تشايلد، كان ليه ليفت تشايلد صح؟ مش احنا بنينا 10؟ بص كده التري دي 10، هنا كانت 5، هنا 15، مش كده؟ الخمسة كان لها ايه؟ 2، وعدلنا في الاثنين ده، مش كده؟ عايز اجيب بقى الاثنين دي، عايز اجيب الاثنين دي، والتمب بقى مشاور في الحته دي، والتمب بقى مشاور في الحته دي، اجيب ده ازاي؟ ليفت تشايلد بتاعه، بس ايه في الليفت تشايلد؟ الداتا بتاعت الليفت تشايلد، مش كده؟ طب تعالى نعمل كده، او الليفت مثلا هتساوي تمب دوت ليفت تشايلد كده. الليفت بقى فيه ايه؟ بقى فاجر. تعالى بقى نعمل برنت لي ليفت دوت دوت داتا مثلا، او دوت كي بقى عشان تبقى اوضح. اسمه ليفت ما اسموش ليفت تشايلد. بص كده يا جماعه اللي طبع تحت ايه، بص هنا كده الاثنين دي اللي هي ايه؟ احنا عملنا ايه؟ مش التمب دي بقت مشاوره، الناس معايا، مش التمب دي بقت مشاوره هنا؟ صح؟ التمب دي بقت مشاوره هنا؟ مش كده؟ طيب الخمسه دي مش لها تشايلد في الشمال اللي هو رقم 2؟ عملنا ايه؟ قلنا تعالى يا عم هات التمب والليفت بقى، مش السهم ده كان مشاور على اليمين، هات الليفت بتاعها حطيته في حاجه اسمها ليفت، حطيته انا في بوينتر عندي اسمه ليفت. تمام؟ طب الليفت ده عباره عن ايه؟ الشنطه اللي فيها برضه اللي هي النود كلها، مش كده؟ فبقول ايه؟ ليفت الليفت اللي هو ايه بقى؟ اللي هو 2. تمام؟ اللي هو 2 بس، ده احنا بنجود، مش مطلوب منك تعرف الكلام ده، احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه انا بقول ايه، عشان الناس تبقى فاهمه انا بقول ايه. تمام؟ طيب المحاضره الكود بتاعها كان في سلايد رقم 17، سلايد رقم 17. تمام؟ سلايد رقم 16 مش معانا. يعني بص كده، دي طريقه للباينري سيرش تري، ودي طريقه ثانيه، دي اللي اتشرحت في المحاضره. تمام، دي الدكتور ما شرحهاش، ماشي؟ ديت اللي انا شرحتها المره اللي فاتت. طيب في حد كده عنده مشكله في السيرش والانسرت؟ في حد عنده مشكله في السيرش والانسرت؟